كابتن هيثم مستمرين معاك ولقاء يعني مهم طبعا مع المدير الفني الاسباني مستر اجاستي بوش. مستر اجاستي بوش ذا هيد كوتش فور الاهلي مانز باسكتبول تيم. اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند ليت مي يعني تيل يو كونجراتوليشنز اون وينينج توديز ماتش ذا فاينل ماتش اجينست كويت الكويت اند اولسو وينينج ات بيج تشامبيونشيب لايك ذا ارب كلوب باسكتبول تشامبيونشيب. Thank you, Salah. Very happy for this trophy, for having the opportunity to get this trophy for Ali. I know it's a trophy that has been waited for long. First time we win it after many years reaching the finals and many years without even reaching the finals. So it's a great honor for me as a coach and for all the players to get this championship for Ali and for Ali fans. كابتن هيثم يمكن طبعا مستر يعني جاستي بوش بيقول قد ايه هو سعيد ومبسوط طبعا تتويجه باللقب البطوله النهارده بعد طبعا يعني محاولات كتير للنادي الاهلي ان هو طبعا وصل للمباراه النهائيه اكتر من 4 مرات والنهارده كانت المره الخامسه ولكن قدر الحمد لله النادي الاهلي ان هو يتخطى ده ويفوز ويتوج بلقب البطوله العربيه. سعيد جدا طبعا ان هو قدرنا بعد كل السنين دي ان احنا نفوز بالبطوله النهارده وشايف ان هو فخر كبير جدا ليه ان هو يفوز بالبطوله النهارده. مستر جاستي اي سي ذات يو ار هابي فيري هابي ذا هابينس ات fears on your face. Also, let me tell you and talk about an very important, yes, the trophy. let tell you about a very important thing that winning a championship at the beginning of the season, it's a very important thing. It gives a very big and great motivation to all the players, not only for Mr. Agassi Bush, no, all the players, even the in squad or out of the squad. Yeah, I agree. We are trying to build a new roster with a new coach, and at the beginning of the season, every win gives you confidence, gives you some trust in the work that you're doing, and of course this win with all the effort that the players did is a reflex of the work we're doing daily and give us support. اكيد يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف يعني الفرحه طبعا ورايا جميع لاعبي النادي الاهلي فرحتهم طبعا مع المدير الفني مستر اجاستي بوش المدير الفني طبعا لفريق النادي الاهلي واللي طبعا قال انه كل فوز في كل مباراه بيدينا ثقه اكبر وبيدينا حافز اكبر ان احنا نفوز اكتر واكتر بجميع المباريات وجميع البطولات. مستر اجاستي ذا نيكست ستيب فور الاهلي تيم ان شاء الله. How you will prepare for the next step and the next championships in this season? Well, this is a non-stop. We started 1 month and a half ago, and we know we have a long way. After a couple of days break, we are facing important games for the Mortavet League. So this does not stop. I just hope that the team keeps playing with this confidence and keep getting wins and hopefully championships. But, you know, like as a coach, all I can ask for is that the players keep playing with this desire to win and hopefully this give us success in the future. طبعا يا كابتن هيثم مستر اجاستي بوش بيقول انه طبعا يعني هو ان احنا بس السيزون او الموسم بادئ بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بقاله بس شهر ونص لسه عندهم تحديات كبيره جدا لسه عندهم بطولات كتيره جدا الفتره اللي جايه. يمكن قال انه ان شاء الله في الفتره اللي جايه كمان بطوله المرتبط بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هم مش متوقفين هم مستمرين طبعا في يعني التدريبات والاستعدادات عشان يتوجوا ويفوزوا اكتر بالبطولات وطبعا يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. مستر اجاستي بوش ثانك يو سو ماتش فور ذيس انترفيو اند let me tell you congratulations once again for this championship. Thank you very much. ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع مستر اجاستي بوش واللي طبعا كان سعيد جدا ان هو طبعا حقق يعني بطوله مهمه يعني بعد سنين النادي الاهلي كان دايما بيحاول ان هو يعني يتوج بيها ولكن الحمد لله النهارده قدر ان هو يتوج بيها.